في ضوء ما تشهده كبرى المحافظات العراقية من تحديات، وجهت حكومة الأنبار المحلية رسالة شديدة اللهجة للإرهابيين، مفادها أنتم تحت أنظارنا. تعالوا معنا لنرى حيثيات هذه الرسالة. لقد تم افتتاح منظومة رقابة متكاملة لضرب من يحاول قبل المساس بأمن المحافظة، معلنة أن هناك منظومة ستشمل أقضية أخرى داخل المدن، فضلا عن تزويد أطرافها بكاميرات حرارية وفقا لتكنولوجية متطورة لمراقبة حركة الإعمار والمفاصيل الأخرى. حقيقة منظومة الأمن ستكون متكاملة، مشروع الفلوجة أعتقد أيضا سنفتح قريبا أو جزء من نبدأ القرمة، أيضا على اعتبارها أيضا منطقة حدودية، وأيضا عندنا مشروع في القائم ومشاريع أخرى حدودية. مع ذلك دعمنا بالمناسبة للوحدات اللي تقع خارج المدن بكاميرات حرارية انفرادية أو بمشاريع صغيرة جدا، كشف جرائمهم في الوقت المناسب أو لربما قبل الشروع بالجريمة مثل ما كشفناها سابقا، ربما يتعدى على الحركة ومراقبة كل حركة السير في المحافظة، حركة الأعمار أيضا سيراقبها، سيراقب كثير من المفاصل الأخرى. قيادة شرطة الأنبار أكدت أن المنظومة الأمنية ستعزز من نشر الدوريات وتعزز الملاك البشري بعدد الكاميرات أكثر من 400 وحدة مراقبة داخل المدينة، وكذلك أطراف مناطق الطاش وثميل، وهي تكشف نحو 50 كيلو للجسم والعجلات ومن يحاول العبث بأمن المحافظة. الملاك البشري بمنظومة كاميرات متطورة من أجل الدقة والمراقبة. طبعا هذه الكاميرات، هذا المشروع يضم 250 كاميرا متطورة، وهناك أيضا لاحق لهذه المنظومة ب 180 كاميرا أخرى، سيصبح هذا العدد 430 كاميرا. هذا العدد كافي لسد داخل المدينة وأطراف المدينة. يضم هذا المشروع كاميرات حرارية متطورة، هذه الكاميرات الحرارية مهمتها مراقبة أطراف المدينة عمق الصحراء باتجاه مدينة الطاش، كذلك أيضا باتجاه مدينة ثميل، باتجاه أيضا قاطع مسؤولية الفوج طوارئ ثالث على المعامل، معامل الجسر الاستراتيجي. هذه الكاميرات الحرارية تعمل بمسافة أكثر من 50 كيلو. افتتاح مركز مراقبة بكاميرات حديثة متطورة سيساهم في تقليل السيطرات داخل مدينة الرمادي، فضلا عن محاسبة المخالفين للقانون، حفاظا على سلامة المواطن الأنباري. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.